أهلين وسهلين بابن خالتي. أهلين بيسرى خانوم. أيوه عم تتفقس علي كمان. لكان معقول تلطعيني كل هالقد؟ إلا وعروس بدها تغير أوعية ما بتاخد الوقت. ولا صوت بدي اسمع لك. ها مهزوز بدني هيك عم برجف منك أنا. خير ليه عم تتلبسيني؟ شو في؟ لكان يا منظوم بتجي على الحارة عوض ما تجي لعند بنت خالتك عرق عينها حبيبتك بتروح لبيت أبو عدنان زعلانة منك كوميات كوميات. لك مو هيك القصة. هذا أبو عدنان صاحبي وقضيت أنا وياه سنين. قلت لحالي بروح لعنده بسلم عليه وبشيل عندك. رحت ما لقيته دغري أخذ درب طريقي وإجيت كحل عيوني بشوفتك. أيوة يعني شفتها لسمية. مين سمية؟ أم عدنان. إن شاء الله بعدها ما هي وبنتها وسلالتها ونسلها. أوف كل هالقد ما بتحبيها؟ ولا بطيئة. إن شاء الله بعدها ما يا حق. وليش بقى؟ شو عاملة معك؟ اللي شو مو عاملة؟ عاملة عمايلة الله لا يوفقها. لمقوصة بعتت سهرة جوز بنتها صيف الجحش منشان يخطب بنت جوزي سميرة. حلوة هي والله. قال وحدة بعتت سهرة جوز بنتها ليخطب بنت جوزي. اي نعم. والله غريبة. في وحدة بالدنيا بتجيب ضرة لبنتها؟ سمية الحية اللي من تحت تبن. المهم اترجع وباس الصرام ومن شان الله جوزوني اياها. من شان الله جوزوني اياها. وجوزتوه؟ هلا بيني وبينك يعني كمان انا البنت امانة برقبتي. ابوه قبل ما يموت ينفخ اخر نفس ضل عم يوصيني فيها. والبنت بتاخد من رجلها درويشة مثل ما شفتها. قلت لحالي يلا يا بنت نصيبة جوزية. ايه وبعدين؟ شو ايه؟ طلعوا طمعانين بحصة ابوها بالورتة وصار يتدخل الجحش بالبايكة ويعمل سمسرة ويسرق ابني غسان ويا على عيونه شو عمل عمايله. ايه ويجيها مطوطح سكران اخر هالليل وينزل فيها يا على قامتي قتلي حشكو لبك. لا هذا جحش رسمي. يا جحشو بس؟ بس على مين؟ على يسرى؟ زعل منك. اجاني سكران مطوطع استلمته دقيته قتلي كسرت له عظام.